أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه. وجاء افتتاح الدورة من قبل رئيس الجمهورية اليوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، حيث استهلت الأشغال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى النشيد الوطني بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بالإضافة كذلك إلى الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريح، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة. كما تأتي الدورة غير العادية للبرلمان تبعاً للمرسوم الرئاسي رقم 23462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً. ويتضمن جدول أعمال الدورة بعد افتتاحها خطاب رئيس الجمهورية للأمة. تابعونا على المواقع التالية: